wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Huruse ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ku soo dhaweeyay wafdi uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Finland oo soo gaaray magaalada Muqdisho kulan kooban oo labada wasiir ku yeesheen garoonka ayaa waxay isku idaarsadeen arrimo la xiriira xoojinta xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Finland horey wafdi Finland waa inoo la joogtay safaaradna yana wakiil bayna ku leeyihiin مشاريع بدن أو كشقيان أو إن كعويان أو وجرتها وفتقان مهمة قارب ليها إن وسير كي أخي ما هدي بدأ الدولة فنلان وصوب بغضة صوماليا تاسي وحسيح وشينسا إسكاشي كان كده حيا إنك هي الدولة فنلان مركا مهمة قارب إلى هاي إنه ما أنت إنه صوب بغضة الله كل ما قيب كم إذا الدولة دينا الله كل ما قيب كم إذا هاي ذا كلاتو إن الله شقية مرك أحد بيمهم دولا ده، وإذا هذا إنه كعصب وحوي وسير كارمها تبدأ، إن أرمها أحد هذا الشيء الحرير حاجة يعني عاونت دين عمانك دين ع عفماتك دين إن كوب أنت هيرك إن أوزيد يا خبر ذات هاي ذا الدولة ده أنت بواين ولا شقينين وين كعاونين إن تاريخ دير هو ذا شقين فنلندا يا صوماليا أنا وجرتا مركا مرول با فنلان ساحب دو اي سوماليا لاحيد ان بوغشدانا معنوين با انو ليدهي وحنا فيلينا كوزاره دهان ما دام عبد نويديسي اني مهمه غاره او ليدهي سي هورمر تحرير كاس سالتات كيس بي سي مقدشو شيت باغا كواي وما بقوا أيوه استعمال أذيك الدميس شركة سمتل سمتل أذيك الدميس انترنت يكو هذا عن حد لهين كشبه كنت سنتي أو هل صدن ساعدات أو عن حد لهين كو هذا يو انترنت كشبه اللبات دولار يبر أو هل انترنت تطبع الله كو هذا يو انترنت عن حد لهين كوشو باشان يطوان دولار او هل انترنت بلا انترنت يوكو هادل عن حد لهاي سيادو هشو انترنت يوكو هادل كاقاشو اي دهبكا حيدك هل ابر لابو افرقيس سمتل واتو خيقة وانا دوخة ددوينها